السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. مرحبا بكم معايا من جديد من قناه مطبخ وحلويات زوز. اليوم ان شاء الله كيف كتشوفوا غادي نقدم لكم طريقه ديال الفريت ناجحه 100%، طريقه سهله واضحه وغادي تعجبكم ان شاء الله. كاينين بزاف الناس ما كتنجحش ليهم الفريت ملي كيستعملوها، كي يا اما كتجيهم عجنه يا اما كتشرب ليهم الزيت. مهم انا اليوم جبت لكم واحد الطريقه اللي هي ناجحه 100% وان شاء الله غادي تعجبكم، وتابعوا معايا طريقه الاستعمال ان شاء الله. وكيف كتشوفوا البطاطا كيف يعني كيف ما هي، سواء حمراء او البيضه ديك الصفراء، يعني راه بحال بحال اي بطاطا استعملتيها راه غادي تصدق فيها الفريت. حيت كاينين الناس اللي كيقولوا بلي البطاطا ديال الفريت خاصه هذه، يعني خاصه الفريت. لا، هذه معلومه غلطه. اي بطاطا استعملتيها بهذه الطريقه هذه اللي غادي نوريكم انا راه غادي تنجح لكم 100% وان شاء الله غادي تعجبكم. تابعوا معايا الطريقه. بسم الله على بركه الله، غادي نقشر البطاطا ديالي. هادي راه بطاطا صفراء كيف كتشوفوها. هادي بزاف د الناس كيقولوا راه ما كتصدقش في الفريت، كتجي معجنه وكتشرب الزيت، ولكن اليوم ما غاديش تشرب الزيت وما غاديش تجي معجنه، ان شاء الله غادي تجي مقرمشه وبالطريقه اللي خياليه. فانتوما تابعوا معايا الطريقه وغادي تشوفوا البطاطا ديالنا كي غادي تجي. انا استعملت غير ثلاثة، باش ما تجينيش كحله. غادي تجربوا هذه الطريقه، هذه غادي تعجبكم بزاف بزاف بزاف. كيف كتشوفوا البطاطا ديالي نقيتها وغسلتها مزيان من الماء، ودابا غادي ناخذها ونقطعها. الطريقه ديال الفريت هكا، كتشوفوها هي غادي نقطع بهذه الطريقه. غادي نقطعها خطوط غلط شويه، يعني ما يكونوش تاني رقاق بزاف بحال هكا، وغادي نوضعها في الماء.
كتجي بحال الفريت ديال لي سناك، كتجي رائعه. فهذه الطريقه مضمونه، يعني ماشي غتستعملها اي وحده ما غتصدقش ليها، فاي وحده استعملتها بهذه الطريقه هذه فغادي تصدق ليها 100%. ما غاديش تلقى مشكل مع اي بطاطا، سواء كانت بطاطا بيضاء او صفراء فغتصدق ليها. فانتوما كيف كتشوفوا البطاطا راه وضعتها في الماء، ودابا السر ديال الوصفه ديال الفريت هي الملحه. هانتوما كيف كتشوفوا انا درت ثلاثه البطاطات صغار، يعني غادي نستعمل معلقه صغيره عامره بالملحه. غادي نوضع عليها الملحه بحال هكا، وغنحركها مزيان باش تدخل هذيك الملحه، لان هذيك الملحه هي اللي كتطلق اللي كتخلي البطاطا باش تطلق لينا النشا. وملي غادي تقلى في الزيت ان شاء الله غادي تجي مقرمشه. ودابا غادي نسد عليها وغنخليها تقريبا واحد ربع ساعه او نص ساعه حتى تلقى البطاطا تلقى النشا، يعني تلقى النشا ما كتبقاش واقفه بحال هكا، كتجي لاويه. ديك الساعه عاد غادي نغسلها ونصفيها ونستعملها باش تقلى ان شاء الله. وبالنسبه للناس اللي غادي يطيبوا الفريت للغدا، فكنصحهم انهم يوجدوا الفريت بحال هكا في الصباح بكري، يعني وقت ما فقتي في الصباح غادي توجدي الفريت ديالك، وغادي تخليه تقريبا واحد نص ساعه ولا ساعه المكانه بما غتوجدي الغدا ديالك، بما غادي يوجدك الفريت ديالك بديك بهذه الطريقه هذه، وان شاء الله ديك الساعه تقدري طيبيه. وبالنسبه للعشاء نفس هكا، يعني غادي تخلي الفريت ديالك، يعني خصو ديما يكون قبل يوجد قبل ان شاء الله، باش هكا ملي تصايبي العشاء باش الفريت ديالك يوجد بهذه الطريقه هذه، وغادي يجيك ناجح 100%. وان شاء الله كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. وغنحركها مزيان باش تدخل هذيك الملحه، لان هذيك الملحه هي اللي كتطلق اللي كتخلي البطاطا باش تطلق لينا النشا. وملي غادي تقلى في الزيت ان شاء الله غادي تجي مقرمشه. ودابا غادي نسد عليها وغنخليها تقريبا واحد ربع ساعه او نص ساعه حتى تلقى البطاطا تلقى النشا، يعني تلقى النشا ما كتبقاش واقفه بحال هكا، كتجي لاويه. ديك الساعه عاد غادي نغسلها ونصفيها ونستعملها باش تقلى ان شاء الله. وبالنسبه للناس اللي غادي يطيبوا الفريت للغدا، فكنصحهم انهم يوجدوا الفريت بحال هكا في الصباح بكري، يعني وقت ما فقتي في الصباح غادي توجدي الفريت ديالك، وغادي تخليه تقريبا واحد نص ساعه ولا ساعه المكانه بما غتوجدي الغدا ديالك، بما غادي يوجدك الفريت ديالك بديك بهذه الطريقه هذه، وان شاء الله ديك الساعه تقدري طيبيه. وبالنسبه للعشاء نفس هكا، يعني غادي تخلي الفريت ديالك، يعني خصو ديما يكون قبل يوجد قبل ان شاء الله، باش هكا ملي تصايبي العشاء باش الفريت ديالك يوجد بهذه الطريقه هذه، وغادي يجيك ناجح 100%. وان شاء الله كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. فكيف ما كتشوفوا البنات، انا راني وضعت الزيت سخنت مزيان، الفريت ديالي راني غسلتها من الملحه وخليتها تقطر 5 دقائق، ودابا غادي نبدا باش نقلي ان شاء الله. راني صبقت وحده لان الزيت كتنقز، خفت لا تنقز لي على التليفون. ودابا غادي نحاول نوضع الفريت ديالي. فانا استعملت الكاسرونه هي فاش كنقلي، لانها ما يعني ما كطيرش منها الزيت بحال المقله، فانا ديما كنستعمل الكاسرونه هي فاش كنقلي. بسم الله
الثومه فغادي تجي رائعه وغادي تعجبكم ان شاء الله. وكيف كتشوفوا الفريط راه واجد كيف كتشوفوا جا غزل تبارك الله، ما نعاودش لكم على المذاق رائع. ها نتوما كيف كتشوفوا جا مقرمش وما شربش الزيت، ها نتوما كيف كتشوفوا ما شرب زيت لا والو، شاد فراسو هو الا كيبان لكم مزيان. جا رائع البنات، كنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. وبالنسبه للبطاطا الصفراء كيف ما قلت لكم، البطاطا الصفراء اللي هي بزاف الناس ما كيستعملوهاش في الفريت لانها كتجي معجنه، فهي ملي كتقلى كتجي حمراء دغيا، يعني دغيا كتحمر ماشي بحال البيضه. البيضه كتبقى في اللون ديالها بيضه وكتبقى شاده في راسها، اما بالنسبه للصفراء فدغيا كتقلى في الزيت راه خاصكم تردوا ليها البال لانها دغيا كتحمر، فخصك الا غتقليها يعني توقفي حداها تتحمر لانها دغيا كتحمر في اللون، غير الا سهيتي عليها غير شويه راه غادي تحرق لك، وانما في القلي كتجي شاده في راسها وما شاربه لا زيت لا والو. وكيف ما كتشوفوا ها نتوما كيف ما كتشوفوا كلها جات شاده في راسها تبارك الله. وان شاء الله كنتمنى ان الاعجاب ديالكم، وانا صراحه كتعجبني الفريت، انا من الناس اللي كيحماقوا على الفريت، يعني ضروري الفريت سواء في الدار او الا خرجتي تاكلي في الزنقه ضروري ما غادي تطلبي الفريت. الناس اللي كياخذوا لي بلا او لي ساندويتش او ضروري من الفريت، فغادي ندوق اسمحوا لي لان كتعجبني بزاف. بسم الله ما نعاودش لكم البنات، مقرمشه 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 جات رائعه، وكنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. وما تنساوش تدعموني في القناه ديالي باش ديما يوصلكم الجديد، دير لايك وابوني وتفعل الجرس. وشكرا والى اللقاء الى الفيديو القادم ان شاء الله. سلامه.